Bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. دينيز شو صار لك؟ لازم نروح على المشفى فورا. لا بترجاك لا تاخذ لا ترجعني على السجن مراد، تركني بس. لازم تسلمي حالك للشرطة. انا رح سلم حالي هلا، ما فيني. لك انا لازم اعمل شغلة ضرورية بالاول، وبعدك انه بعدها رح سلم لحالي. بترجاك ساعدني. اجت الشرطة. المكان يلي التقت فيه دينيز ديمير. خدوا حذركم، ممكن تكون مسلحة. انتبهوا منيح. انتشروا بالمكان يا شباب. كأني سمعت صوت هون. شو نامك، شفت شي؟ فكرت حالي اني سمعت صوت حدا، طلعت قطة. يلا امشوا شباب. شوي.
أعلى مالك. انتبه. شغلك ولا ولا إلي المرأة اللي اسمها دينيز أوصى بنص راسة اليوم بدي إياها ميتة. لا تاكليها، في ناس عم تلاحقها. استعجلوا. شوفي البنات صاروا معنا وناطرينك معلمتي. شو جنيتي انتي هلا بتشوفي بس تجي عزراء؟ ايه خرسي. أو شايفتكم بلشتوا قبل ما اجي يا بنات. قالوا لكم شي؟ لا معلمتي. ما حكوا معلمتي. دينيز وينها؟ المرة هربت منا قدرات. شلون بدها تقلنا وين هربت؟ دينيز وينها هلأ؟ ما منعرف وينها. فهموا دينيز وينها؟ أحكي. نحن ما منعرف وينها دينيز. ما منعرف وينها. المرة هربت من السجن، ما راح تتقضي عطلة. لهيك نحن من وين بدنا نعرف وين قاعدة برأيك؟ وينها دينيز؟ يلا أحكي. ما منعرف وينها قدرات. شو؟ شو؟ قولي لي دينيز تستاهل برأيك إنه تموتي من شانها؟ احكي دينيز وينها؟ ما منعرف وينها. تمام. رح تروحي على محجعك هلأ وبدك تخبري عزراء عن كل شي صار هون. بتقولي لها خدرة معلمتي حبست عند يونغا الوسخة وهي رهينة عندي، وبتقلي لا إذا ما خبرتي وين بتكون دينيز رح تسلخ قبره. بتقلي للمصيبة القديمة رح ترجع لها من أول وجديد، وبتقلي لها إنه معها بس ساعتين لتخلص الموضوع، بس ساعتين. وبتفهميها كمان إنه بهدول الساعتين قدرة رح تضربها كل ما حبت. مفهوم؟ فهمتي يا بنت؟ فكوة أمرك معلمتي. تمام هدي. تمام حركي. أوه. شو لي جانكي؟ هلأ رح خليكي تنبسطي. ايه؟ شو رأيك؟ ايه من صابر ما بيجوز اخي، انت تعال عندي. شبك انت مجنون؟ ما تخاف، ما بحكي لحدا. تمام لو سمحت حاول تجي بسرعة. تمام بيسلموا. يلا ايه
شاي أحلى وأطيب شاي سخن من تحت إيدي. ها؟ عرس لازم متعلق بشي متعلق بشي. شو؟ ليكي عن جد هيك مكتوب؟ يسلموا إيديكي. هيفيس؟ شو صاير معي؟ شو صاير؟ قدرت قدرت حبست يونغا عندها. شو؟ عن جد؟ بدها تعرف مكان دينيز، وإذا ما منخبرها خلال ساعتين رح تعطيها مخدرات وتقتلها عزراء. بدي ربيها لهي قدرت. هالحيوان مفكرة يونغا لحالها يعني؟ لك وافي حسرك لوين رايحة؟ تعالي لهون اهدي بقى. شو صار لك؟ خلص شبكون. قدرت واقفة بظهر زيرين وهي عم تساعدها أساساً. شو بتستفيدي إذا عصبتي؟ شفنا شو طلع معك. صار لازم ندور على حل تاني. يلا بسرعة مشان الله رح تروحها للبنت. بتعرفوها شو مجرمة هالمرة. خلاص اسكتوا خلاص، بدي فكر شوي. تركوني. روحي شوفي أويكو. ايه؟ اللي هو ما لازم تحس على شي. يلا رح شوفها هي بغرفتي. يا بنات يلا تعالوا معي، في عنا اجتماع. شو ما عم تسمعوني يعني؟ بوقت الأكل المساء. يا الله نزل الشباك. صباح الخير استاذ، اعطيني ورقك الشخصية لو سمحت. طبعا ان شاء الله خير. صاير شي مشكلة يعني؟ مو مشكلة، في سجينة هربانة عم ندور عليها، شافوها بالمنطقة. ايه والله، ونحن عم ندور عليها كمان لانه هربت من السجن من عنا، عملت لنا مصيبة كبيرة فوق راسنا. انت موظف بالسجن مو هيك؟ ايه صح. هي بأي حق بتهرب؟ ليش لحتى تهرب من السجن؟ بلا وقتلت زلمة فوقها. ما بعرف والله. أخي ممكن شوي؟ جاي. تفضل هاي ورقك. شكرا، عزبناك معنا أستاذ. شكرا لك حبيبي. موفقين إن شاء الله. انتباه انتباه، بلشت ساعة الأكل، كل السجينات يروحوا على صالة الأكل. انتباه انتباه. ليكي رئيستك المحناية عزراء وقعت لأنها ضعيفة. ما أجت لهون؟ ما أجت؟ عكلي أنتي ضلي معها. إيه معلمتي. وأنتي خليكي معهم وانتبهوا كتير منيح. كل المعدات جاهزة ما؟ لكن جاهزة وعلى كيفك. ليكي خلوا عيونكم عليها منيح، مفهوم؟ مارا في شي ما فهمتو علي؟ لا لا تمام. زيرين وأوكتاي طلعوا من شوي، بس أوزلام اللي مناوبة. اي ممتاز، من حظنا لكان. بس يا عزراء كتير تأخرنا، هلكوها للمرة من الضرب. خلص شو صار لك؟ اهدي. شو شايفتينا عم نلعب يعني؟ عم بعمل اللي بقدر عليه. بلشت ساعة الأكل، كل السجينات يروح على الصالة. انتباه انتباه، بلشت ساعة الأكل. الكل يهدى شوي، انطروا إشارة مني تمام؟ يلا. أهلا وسهلا صبايا. دودو أعطيني هاي من عندك. لحظة استنوا شوي. استنوا شوي. لحسن حظها ما خسرت الدم كتير. بصراحة هي كانت عم تاخد دواء لتخسر الدم، مشان هيك يمكن. ايه ممكن، بس ما تنسى تعطيها الدواء. تمام. رح تتحسن صحتها عن قريب، بس لازم تضل مرتاحة. ايه فهمت، شكرا كتير لإلك. لو ما كنت موجود. ولو أخي مراد، أنت بتعرف معزتك عندي، بجيك فورا وقت بتحتاجني، بس ما توقع حالك بمشاكل. هي نصيحتي إلك. خلص لا تخاف، هي رح تسلم حالها. ايه تمام، يلا تصبح على خير، إذا صار أي شي حاكيني. تمام، عزبتك معي، شكرا كتير لإلك دكتور. ولا يهمك، تصبح على خير.
آخ يا دينيز آخ، أنا شو عم بعمل يا الله؟ إن شاء الله وصلت لك هيفيس المجنونة رسالتي. وصلتها إيه؟ إيه رح تضحوا بيونغا مشان هي اللي اسمها دينيز مو؟ والله لهلأ ما قررنا شو رح نعمل بهي القصة بصراحة. أنت وقتك محدود، بدك ما تواخذينا. شو هو اللي لسه ما قررتو؟ لسه ما قررنا المكان اللي بدنا نضربك فيه. احكي منيح وبلا هالأكل الهوى. يونغا رح تموت وأنا رح أقتل لو أنت بتعرفي، ما هيك؟ إذا قلتي لي مكان دينيز أو ما قلتي لي أنا رح أقتلها. عم تفهمي يا حب؟ بلكي بكسر إيدك ولا؟ خلاص يا بنات خلاص. في مشكلة بصالة المطعم، حول بعتولنا دعم لهم فوراً. ورح تحاسبك. لك وين هي عزراء؟ وين يونغا؟ وين عزراء؟ وين ليلي؟ ليلي عزراء طعمرك. بعرف تأخرت عليك بس حلينا. لا تخافي أنا معي. أنت منيحة؟ تعي لهون عزراء. اسمعي ولا لسه ما خلق اللي بده يطعن عزراء بظهره، فهمتي ولا؟ فهمتي؟ روحي نقبري عند معلمتك. وين السكين؟ خلينا نخبيها مشان الذكرى. تعيون بعدي يا حيواني. هاجر لا تفكري خلصت القصة. والله لندمك على هالحركة. يلا يلا تحركوا تحركوا يا بنات. يلا فضوا المكان. يلا قدرات. ايه شو بكون لسه العالم ما أكلت شي؟ بيرجعوا بيأكلوا بعدين. يلا ايه ما في داعي تعمل هيك، كله بسبب عزراء. وين راحت عزراء وليه؟ شو دخلك؟ يلا قدرات يلا أسرعي. يلا شو عم تستنوا؟ يلا بسرعة. دعي معي وانتو كمان تحركوا. شفتوا كيف انفلجوا؟ شو نعمل هلأ؟ أكيد معلمتي قدرات رح تنهينا. وليه؟ وين هي وليه؟ أنا والله ما قدرت قاوم حسرة وعزراء معلمتي صدقيني. ولك إلا عن شرفك حيوانة. ولك انتو ما بتستاهلوا إلا البزقة. الحقوني يا حيوانات. امشي يلا 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 روحي امشي. كلاب مو معقولة. بكفي بقى. ولك انتو خرج اعتمد عليكم يا شحاش. ولا واحدة فيكن بتسوى فرنج مصدي.
الله يلعنكم كلكم أشياء لفي أولادين الحرام. كل يلي صار بسببنا. والله رح أقتلها لهي المرة، والله لألعن شرفها لهي الواطية. وانت شو وجدي؟ الشغل اللي عم تعمله مثل أفسر ماية. ها إليكو متصل. ها شو وجدي؟ شايفتك دقق لي. هاتي البشارة يا خانو، دينيز ديمير ماتت. هلأ قدير خبرني خلص عليها. شو هالبشارة الحلوة؟ حفارم عليك وجدي. والله المرحومة كانت حلوة كتير. تأمري بشي تاني خانو؟ انطور، شغلنا ما خلص لسه. شوف، لازم تلاقي الشخص يلي ساعدها لدينيز وتخلص عليه. ايه تمام، ما تخافي. بدك تعرف مين اللي فوتها على بيته لقلب. اسمعني كتير منيح وجدي، لو مين ما كان بدك تجيبه وتقتله خلص عليه وجدي. عم تفهم علي ولا لا؟ تمام، ما تحطي ببالك وجدي. اسحب من مصرياتك، حفارم عليك، كمل شغلك، حبيتك. إيبك ولي؟ إيه معلمتي. جيبي حلويات، بدي إياكي توزعي على كل السجن اليوم. يلا. خير معلمتي. إيه لكن خير. إيه بس باقي الخبرية ما بتهمك. منكوشة؟ ليكي أنا سامحتك، بس إذا لسه بتتصرفي بحيوانة مرة تانية مو رحمتك بالمرة. أكل؟ على راسي معلمتي. وزعي وليه؟ وزعي، خلي الكل يأكل ويتحلى. إيه؟ صحة وهنا. كلوا عن روح أمواتكن وأمواتنا. تفضلوا. إيه، وإن شاء الله الكل ينرزقوا ويفوتوا على الجنة. تفضلوا، صحة وهنا. كلوا وتحلوا على روح أمواتنا وادعوا لهم. ما تزال أعمال البحث عن السجينة الفارة دينيز ديمير مستمرة.
دينيز ديمير بالإضافة إلى هروبها مشتبه بها في مقتل ألب أوستورك أيضاً. وبحسب التصريح الصادر عن مديرية أمن اسطنبول، السجينة لا تزال في اسطنبول إلى الآن، ولا يزال البحث عنها مستمراً من قبل عناصر الشرطة. وين أنا؟ أنت بأمان هلأ، ما تخافي ابنه. شو صار مراد؟ رح فهمك، بس بالأول صحصحي، رح أعمل فنجان قهوة، اتفقنا؟ بحسب المعلومات من مصدر مقرب لمديرية الأمن، سيتم القبض على دينيز ديمير في أسرع وقت. عزراء رح تروحي على المشفى. ليش؟ صاير شي لقالول؟ هي حابة تشوفك، ويمكن يكون هاللقاء هو اللقاء الأخير. حسين خدها. تمام يا خانو، يلا عزراء. تفضلي. قال طلبتيني مراد. وين أوكتاي؟ اتصل الصبح وقال لي إنه تعبان ما رح يقدر يجي. خبرته إنه يجيب تقرير طبي؟ والله ما خطر على بالي. عادي، مراد موظف أكيد بيعرف، فيك تمشي. أنا كيف إجيت له؟ نسيانة مو؟ كنتي عند قبر إيجام متصاوبة والشرطة عم تلحقك، ما عرفت شو أعمل، أخدك على المشفى ولا جيبك لعندي لهون؟ بعدها قلتيلي في شي لازم أعمله، وبس خلصه بسلم حالي دغري، فقررت أنه جيبك لعندي لهون. وفي عندي صديق دكتور ساعدني كتر خيره، وبس تتحسني بدي تسلمي حالك فوراً بإرادتك. من وين عرفت أني أنا رحت لهونيك؟ وأنا طالع من الشغل إجت عزراء لعندي مستعجلة، وقالت لي يمكن أنك تكوني بمشكلة، ووقت فكرت وين ممكن تكوني فتذكرت المقبرة. شكرا. انت ناطر حدا مراد؟ لا، هاد البواب لأنه ما رن الجرس، انت فوتي لجوا. تمام يلا. زيرين خانو؟ دريت إنك مريض، إجيت لهون لأطمن عليك. صرت أحسن؟ فيني فوت؟ زيرين خانو، بس أنا هلأ مالي فاضي. ليش؟ في شي مشكلة باستقبالك إلي؟ ليلي كيف فتي من باب البناية؟ نطرت لطلع حدا وقلت لحالي بلا ما إزعجك برن الجرس لأنك مريض. زيرين خانم، أنا بعرف مين غالباً، بعرف. فيكي تطلعي من هون؟ ماني مجبور برلك أبداً.
تمام مراد، تمام، نحن ما في عنا شيء لحتى ننكره. تمام. انت من وين عرفتي انه دينيز عندي هون؟ لنقول حظ، جربت حظي، طلع حظي منيح وحظك سيء. خيارك انك خبيتها كان غلط مراد. رح تساوي لسه كتير شغلات لحتى الربح والخسارة يتساو. بغض النظر، رح تفكر بالقصة بشكل أطول جوات السجن. زيري خانم، لك يلعن. بدي أقدم بلاغ وخبركن عن مكان دينيز ديمير. رح أعطيكن العنوان، شارع قرنفل رقم 20 الشقة 6. بس انتي كمان خيارك غلط زيرين خانو. ليش؟ تتذكري وقت عطيتيني مخدرات مو هيك؟ والله مخدرات شو؟ لحتى تورطي عزراء بالقصة عطيتيني حطن جوا الجاج. أنا هيك ساويت؟ مو متذكرة بنو؟ اي مو مشكلة، بس تشوفي الفيديو بتتذكري. فيديو شو؟ أنا استدعيت النائب ليمسكوا عزرا. هذا كله كذب، هي الحقيقة بذاتها. أنا وصلت لهدفي، يعني برجع عالسجن وما عندي شيء أخسره. بس أنتي حتى إذا رحت عالسجن تاني، وقت ينعرف اللي عملتيه يا خانو، وقت رح تضلي عايشة؟ غير إنه هاي الصور مو موجودة معي هلأ، وزعتها أكتر من تليفون بالسجن مشان تكون مأمنة، وإذا أنا بيصير لي أي شيء. شو المطلوب؟ لا تلاحقيني. مستحيل تضلي هربانة. أنا ما رح أهرب أساساً، في عندي شغلة لازم حلها، بخلصها وبرجع فوراً. الشرطة اجت. تمام. هلأ رح نروح سوا. ورجيني الفيديو. حاسة رح نكون رفقات بالمنفردة. افتحوا الباب، افتحوا الباب، افتحوا. وقف، كيف بدي أعرف إنك عم تقولي الحقيقة؟ ما رح تعرفي.
تفضل شو في؟ وصلنا بلاغ انه دينيز دمير موجوده عندها. طيب بلكي كان بلاغ كاذب. حتى لو بدنا نفتش. ماشي. دوروا بالغرف وعلى البرندا بكل مكان حتى جوا الخزن. سيدي ما في حدا هون. شفتوا انه طلع بلاغ كاذب؟ دوروا حوالين البيت. اذا صار شيء او تواصلت معك خبرنا. ها؟ طبعا ما يهمك. عزراء؟ عزراء؟ ليش اجيتي؟ أنا قلت لها مو عيدتي عليها وهي راحت فطلبت من الممرضة تخبرها مشان تجي. بالله عن جد؟ آه قديشك وحدة ذكية؟ هذا الذكاء من وين جايبتي؟ إيه كيفك اليوم؟ منيحة. الممرضات عم يهتموا فيكي؟ عم يهتموا كتير فيني وكل شي بدي إياه عم يعملوا. آه يعني مزبطة وضعك بالمشفى على الآخر. والله ما حدا قدك. أوه قالوا مو حابة تروحي على شي مكان أو تشوفي شي شغلة؟ بلا حابة. خلينا نروح على السينما ونحضر فيلم حلو. أوه. منروح على المول منلعب بالألعاب يلي هناك. خلينا نروح قبل ما موت. إيلول طلعوا لبرا. طلعوا دكتور. يلا طلعوا لبرا. شو عم يصير؟ قلت طلعوا يا دكتور. إيلول الكل يطلع برات الغرفة. قلت طلعوا لبرا لو سمحتوا. طلعوا لبرا. ليلي شو صار معها؟ فقدت وعيها فجأة. معناها حالة إغماء. إيه دكتور بالضبط. كانت بايخة شيء؟ لا. طيب لازم نفحصها. رح أفحصها فورا. يلا يلا بسرعة لبرا لو سمحتوا. عزراء شوفي فقدت وعي. شو لي خانم جهزوا غرفة العناية بدنا ندخل المريضة فورا. دكتور شو صار له؟ وضع سيء كتير. تتذكري الدواء اللي جبتي له منه المرة الماضية؟ هلأ لازمها مثله. تمام لا تخاف رح هلا رح دبر مصاري. ما فيني جيب الدواء اللي طلبوا مني. حقه 10,000 وبدونه صعب ترجع لوعي عزراء. تمام تمام رح شوف شو بصير. يا عيني ما شاء الله خزيت العين. بنتي صارت صبية وبتاخد العقل. لكي يا بنت من هلأ الشاي صار عليك. ايه بس لهلأ أنا ما بعرف أعمل شاي. بعرف أحمل الكاسات وبس. ايه وإذا يا بطلة أساساً أصعب شي هو حمل الكاسات. يا أمي يا عيني شو هالشاي الطيب هاد؟ بحياتي ما دقت أطيب من هيك. الشاي بيطير العقل. شو؟ عزراء
عزراء أنا كتير تعبانة. تعي يا روحي تعي، خلينا نجيب لك كاسة شاي. العزراء حطوا البنت بالعناية قدام عيوني لأنه مو متحملة. لا تفقدي الأمل عزراء، هي أكيد قوية. إيه قوية طبعاً، طالعة لأختها. ولسه لازمنا 10,000، تخيل، لحتى تكفي علاجها وتقدر توقف على رجليها. نحن عم نحاول ندبر مصاري. خلص روقي أختي، تمام؟ وحياتك رح ندبرون. شكراً يا بنا، عم أعذبكم معي. كيف بدنا ندبرون؟ أنا رح أعتبر إنه نحن اتفقنا، أنتِ ما شفتي. كمان ما بتعرفي وين موجودة. إذا عملتي اللي لازم تعمليه، أنا رح أعمل اللي علي. الفيديو بتاخديه وقت بخلص شغلي بدون ما ورجيه لأي حدا بالسجن. طيب. وتذكري، تسجيل مو بتليفون واحد. يعني إذا بيصير معي شيء وبيمسكوني. فهمت، دينيز. فهمت. دينيز، ليلي انت منيحه؟ شو كلمه سر التليفون؟ شيلك من كلمه السر، لازم نضمد الجرح. انا لازم احكي مع عزراء. ما في فيديو مو هيك؟ بلا، بس معهم بالسجن. خدي. عزراء، دينيز وينك انتي؟ قولي. مو وقت هلا. اتصلت اسألك سؤال. قولي. انا تركت تليفون امانة عند عائشة وهلا لازمني بسرعة. كيف شكله؟ كان لونه اسود وعليه احمر وقديم زرار. تمام. زيرين بعتت عائشة لسجن تاني وهي مانا هون هلا، بس اكيد التليفون بشي مكان. ليكي انا رح شوف وخبرك بس لاقي. تمام؟ تمام. انا بأقرب فرصة برجع بحاكيكي. دينيز، صح قلت لك ما تتدخلي بالقصة، بس مشان الشريحة، أختي وضعها مو منيح وما في معنا وقت، وأنا كتير محتاجة المصاري. قالوا لسه صغيرة. أنا بحلة تمام، بسيطة، لا تاكلي عم. انتبهي لحالك. ملاحظة السخافة اللي عم تعمليها دينيز؟ بلكي عرفت إنه ما في فيديو معك. وأنا لهيك لازم خلص شغلي برا قبل ما حدا يفهم شو عم بعمل. ما بتنحل القصة بهالشكل يا دينيز. تعي نرجع على البيت. والشرطة؟ الشرطة راحوا وما عاد يرجعوا. لا تخافي، يلا تعي. يلا. ألو أسلام. إيه كان عندي شغل برات السجن. اسمعيني أوزلام، لبين ما إجي لعندك كل مكان بتفتشوه، اجمعي لي كل التليفونات الموجودة جوا. أوزلام، كل الحكي اللي قلت لك يا هلأ بيتنفس بالحرف، فهمتي؟ يلعن. طيبين كلي حسرة. حاجة تاكلي يا بنت، هلأ بتتحسسي. بس وعينك بيسلي والله. شو بيصير لك إذا طلع لك حبو؟ شو هالحكي هاد؟ خايفة على جمالك؟ ليكو، في تليفون مع عائشة وهذا لدينيز، والمفروض إنه نحن نلاقيه بسرعة. حدا منكم بيعرف شي عن قصة هذا التليفون أو وين ممكن نلاقيه مثلا؟ لا والله ما بعرف شي عنه. المرة كانت جديدة ويا دوب منعرفها، لمين رح تعطيه يعني؟ معقول تكون باعت التليفون؟ لا ما بتبيعوا التليفون أمانة. هيفيس، داريا، تعالوا لهون. يعني ليش بدك التليفون عازو؟ شو بيفيدك هلأ؟ محتاجته وبدي اياه، وين المشكلة يعني؟ شو بدكم؟ دكتورة عائشة، عرفتي يا داريا؟ كان معها تليفون هو لدينيز وعطته لحدا أو باعته، المهم لازم ندور عليه ونلاقيه بأسرع وقت ممكن. فهمنا. عن جد أنت مو طبيعية. ليكو المفروض نحن نلاقيه بأسرع وقت. هو لونه أسود وفي له شوية أحمر وقديم وفي له كبسات. قوموا دوروا يلا. يلا ماشي. كل مكانها. با
بسيطة، أنا رح لاقيه. يا خانم، فتشنا السجن كله ولقينا هدول الموبايلات. بس هدول أزلام؟ إيه يا خانم، بس هدول موجودين. معقول كل السجينات الموجودين هدول بس يطلعوا؟ حتى تفتيش مثل العالم ما بتعرفوا تفتشوا. جوات كل هالسجن والسجينات اللي فيه، معقول ما التقى معكن غير تليفونين؟ شو هالفشل اللي عندكن يا؟ شو هالقلة الخبرة هاي؟ هلأ رح تجوا معي كلكن ورح ورجيكن التفتيش عأصوله. فكرتك ما رح تقدر. حلال عليك، حليتها قدرة خانو من بسطيت. منيح، إلا ما تنسانا من دعواتها. خد لشوف، هي هديتها. أخي جبت لك الفيديوهات وتسجيل الكاميرا موضح حديقة البيت كلها. كيف جبتهم؟ قلي. قلت لهم إنه سيارتنا انسرقت بالليل ويمكن الكاميرا صورت هالشي، وبظن إنه ما شك. طيب ماشي، شافته الشرطة؟ لا أخي، أنا زبطت القصة، قلت لهم نحنا منحلها، ما حكوا شي، وبعرف كم شاب منهم فعطوني إياهن. شو هاد؟ تسجيلات كاميرات المراقبة لجيراننا، الشرطة ما شافتهم، منشوفهم نحنا، لازم نعرف بالضبط دينيز كيف فاتت على البيت. إيه منيح، حلو، في شي بخصني؟ بنو معناها أنا رايح، ما رح بعيد. عازو، حكيت مع الكل، ما حدا لقى التليفون وما حدا بيعرف شي عنه. عزراء دورنا ما لقينا شي. يا الله دخيلة، نحن لازم نلاقيه بأسرع وقت. يعني مين أخده؟ وين ممكن يكون راح؟ معقول يضيع لحاله بالسجن؟ والله ما بعرف. روح صفون. يلا يا بنات وقفوا بالدور، في تفتيش. يلا تحركوا. شو هلأ؟ شو قصتهم هدول؟ خير إن شاء الله. روحوا فتشوا غرفتي إذا بدكم. يلا تحركي أنتي وياها بسرعة. مو قبل شوي عملتوا تفتيش؟ ماني مضطرة أقدم لك مبرر. شو غريب؟ فيك تقولي لي يا عزراء؟ هذا موبايل، إذا أنت ما معك رصيد فيك تحكي فيه، أنا ما عندي مشكلة أبداً، أنت غالية علي. لا تاكلي هم، ما رح مرق لك يا هيك. شو الوضع؟ صرتي ملاقية ست موبايلات. شفتي شو منلاقي بس نفتش مزبوط؟ شوفي زيرين خانو، شو مناسبة التفتيش هلأ؟ ما تاكلي هم، ما عم خرب نفسية ولا وحدة. غير هيك ماني مجبورة خبرك بكل شي عم أعمله. عارفي حدودك ميليس خانو. انتي عارفي حدودك منيح، القصة مو فرد سلطة. شكلها علقة. لازم تعرفي عند أي حد توقفي ماشي. ما تعلميني شو بدي اشتغل، فتش لما بدي، وماني مضطرة اني برر لك بنوب ميليس خانو. يلا كملوا تفتيش، تليفونات، ادويه، ممنوعات، كل شيء. يلا يلا. لا بقى تحكوا، اسكتوا اسكتوا، حاش تحكي انت وياها. نحن مو خايفين من شيء. Thank you.
ايدي عم يوجعوني. الكل يوقف بالصف، في تفتيش بسرعة. يلا تحركي انت وياها بسرعة. قولي على الغلاظة شو في هلا. فوتي لجوا. غزكي يلعنك كلبي. كيف صار هيك يا خانو؟ قالوا لي إنها ماتت. أنت متأكدة؟ متأكدة يا قدرات. لاقي حل وخلصينا منها فورا. أنا رح أتصرف فورا. الله يلعنك. الله يلعنك. وجدي، كنت رح حاكيك من شوي. دينيز ما ماتت. مين قال لك وجدي؟ قدير، هو اللي قتلته. عم يكذب هالحيوان قدير. الوسخة عايشة. ليك شو وجدي، موضوع دينيز انت بالذات رح تنهي لي، يا فهمت؟ وإلا انت بتعرف شو وجدي، وبعدها انت رح تقتله لهداك الكذاب الحقير. تمام خانم، انت بتأمري. ها، ليش اتصلت فيني؟ أوزغا اللي دخلت دينيز، شفت الفيديو. شو؟ اي نعم، بعتت واحد هلا ليجيب البنت لهون. اسمعني منيح، انتبه علي. اياك تقتل لهي اللي اسمها أوزغا وجدي. اياك زدت لهم ياها للشباب، خليهم ينقرشوها. اياك تقتلها. اصحك، والله لا خليها تندم على اليوم اللي ولدت فيها الحيوانة. تمام يا خانو، لا تاكلي هم انت. كيفك خالتي؟ شو نعمل؟ هذا اللي طلع معنا، إن شاء الله يفيدوه. ها عازو؟ نحنا حاولنا نجمع شوية مصاري من البنات رفقاتنا، يعني ما بعرف إذا هالمصاري بتفيد أختك. جمعنا 2000 ليرة، هنن مو كتار بس يعني. ونحن قدرنا نجمع 300 أو 400 ليرة، بتعرفي العالم هون مصاريهم عقدهم. يعني الحقيقة بالعادة ما بأخذ منكم، بس هالمرة مضطرة لهيك رح أخذهم. والله خجلتوني، ما بعرف شو بدها. شو هاد الحكي عزراء؟ والله مو مستاهلة. هو صح المبلغ مو كبير، بس ما بتعرفي يمكن يساعدك شوي. أكيد بيفيدنا، كتر خيركم. طبعاً رح يفيدنا. يسلم، والله ما بعرف شو بدي إلكم. لك ورح أخذهم كدين، تمام؟ برجعهم بعدين لك الوحدة. أوف، عالدين مو عيب يا عازم. شو هالحكي؟ لا معلش، أريح لي. بس بصراحة نحن هيك ما فينا نجمع المبلغ اللي بدنا اياه، لازمنا حملة تبرعات كبيرة. ايه بس شو نعمل عزراء؟ مو شايفة زيرين كيف خانقتنا؟ ما بعرف، إلا ما نلاقي لنا شي طريقة. ايه منلاقي عازو، أكيد رح نحلها. خلص روقي عزراء. انتوا ليش جبتوني لهون؟ اتركوني، انا ما عملت شي، عم قلكم اتركوني. رسولك جبت لك البنت معلم. عادي، انتي فوتي دينيز على البيت؟ لا والله انا ما عملت شي ابدا. كمان ساعدتيها بقتل قلب؟ ما عملت شي، عم اقول لك حلفت لك اني ما عملت شي. خليكي عم تبكي. خير وجدي، قال بدك ياني. تعال قدير، تعال اخي.
تعال عود. قلت لي قتلتها لدينيز ما هيك؟ ايه اخي، يعني هي كان لازم تموت. طلعت عايشة المرة. شو اعمل لها؟ شو تعمل لها؟ يجي دورك انت موسى. انا ما دخلني. حاضر معلم. هلا خدها لعند الشباب فورا. اوكم تقتلوها. قدرات خانهم قالت خلينا ارشوها الشباب. تمام معلم. بترجعك، انا ما عملت شيء. يلا امشي. امشي معي. انا ما عملت شيء. اتركوني. حركي. بترجعكم. يلا امشي. انا ما عملت شيء. بترجعكم. اتركني. لك يلا امشي. مشان الله. يلا. انا ما عملت شيء. الله يوفقك. مشان الله ما عملت شيء. ها اهلين حسين. تعا تعا. خير شو في من الصبح؟ حسين شوف، نحن بهالفترة اشتقنا للتليفون، كل التليفونات اللي كانت معنا راحت بتعرف، ولازم نتصل بمكان كتير ضروري، فقلت يعني بلكي بتساعدنا نحكي من تليفونك إذا ما في مشكلة. شو رأيك؟ ما بعرف شو اللي بدي أقول لك يا بعطيكي، بس هلأ الحالة صعبة، بتعرف الوضع أنت. ايه تمام، أنا بحله هذا الموضوع، ما تخاف أنت. تمام، بس يعني أنت اللي عم تعمله عيب حسون. يلا هات 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 هات. تمام، بس ما تخلي حدا يشوفك لأنه ممنوع فوتو لهون، بتعرفي. أكله شقف التليفون. خلصنا. معك دقيقتين بس. خير إن شاء الله ليكون ما معك رصيد. دقيقتين تمام؟ إيه تمام. بدك تضل واقف بوشي؟ يلا روح، المكالمة خاصة كتير. يلا 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 يلا. قلت له لأكتاي مشان يدبرني اليوم بس ما قبل. كله منزيرين على الأغلب، ما رح تتركك بحالك. لا تاكل هم، ما تخاف علي. ليكي دينيس، ما بعرف بشو عم تفكري، بس برأيي انسي موضوع الشريحة والمصاري، حاجة خاطري بحياتك بقى. ومنترك أختها العزراء تموت؟ فهمان عليكي، بس في كتير ناس سيئة بهي القصة. ليكي ما تعملي مشاكل أكتر أرجوكي. عكلين أنا طالع، رح حاول ما أتأخر عليك. تمام. بالمناسبة رح حاول دق لك على الأرض بس يصح لي. دق مرتين بالأول وبعدها مرة، وبتعرفي إني أنا ماشي. ولا يهمك. يلا بشوفك. تمام رح أنطر. إيه خلص اتفقنا. حسرت تعالي. نشيل حال. ليكي المكالمة دينها. تمام العيونة. بس في شي تاني بصراحة، رح أطلب منك شغلة تانية. بعرف إنه صاروا كتار، بس ما في عنا رفيق شاطر مثلك يساعدنا، مشان هيك عم نطلب منك نحن حسن. لازم أترك واحدة من البنات برا بالساحة بعد وقت التنفس اليوم المساء. أنت بتقدر تحل الموضوع. شو عم تقولي انتي؟ عم تحكي جد؟ حسون في من وراها رزقة. قديش يعني؟ والله إذا عملتها في رزقة محرزة. ايه تمام، لاقيني بالساحة لكان. وكيف رح أعرفها؟ يا الله دخيلة. حط قرنفل يا حلو. يا بنات شو صار عازو؟ مش الحال، بضاعة رح تفوت. يس. شلون ظبطيها؟ رح نعمل شي ما نعمل. جهزوا حالكم. لا ما بصدق. شو رح نساوي؟ تعالي أنا بخبرك، تعي لا تاكلي هم. تعي. شو؟ عدوا، تعالوا عدوا لخبركم. يلا. لك زبطت. اسمعوني يا بنات،
حوالي الساعة 8:30 المساء برا بالساحة رح يكون في شباب، هدول الشباب رح ينزلوا البضاعة. اسمعيني لا تتوتري وخليكي هادي. شوفي حسين رح يساعدك 50% من المسؤولية عليه، تمام؟ تمام عزراء، بس الدرون صوته ما بينسمع. ما تخافي حليت الموضوع، الشاب رح ينزل البضاعة وقت بتوصل الشحنة على المطبخ، وانتي هون بتجهزي حالك هيفس، وبس تشوفي الشاب بتروحي بتلاقي له من اليمين هونيك، ما في برج مراقبة لأنه ما حدا بيشوفك، وإذا حدا شافك منقول أي شيء ومنفكر بشي خطة تانية. انتباه لكل السجينات، ساعة التنفس انتهت، ساعة التنفس انتهت. رح أعملها، انتبهي منيح. الله يوفقك. بيطلع بإيده؟ إيه أكيد. آه بعتذر منك أختي. زيرين خانم سألت عنك بالاسم. يعني أوكتاي لو دبرتها بس اليوم، لو ما كان في شيء مهم ما كنت طلبت منك. صرتوا اثنين عندكم إذن، وفي وحدة إذن ولادة، عندي ناقص موظفين. يا أوكتاي تمام، بس لك في فرار فرار تمام؟ يعني ما فيني أعطيك إذن بدون سبب، بدك ما تواخذني. إيه طيب تمام، أنا اليوم وين؟ اليوم روح على الإرشيف، زيرين خانم قال مشان ترتب الملفات. على الإرشيف؟ شو بدي أعمل أنا بالأرشيف؟ أنا ما بعرف أخي، هيك قالت لي اليوم. على القليلة بالأول دق الباب. ما بيمشي الشغل بدوني يعني؟ انت جنيت شي؟ مانك موظف بالسجن؟ راتبك ما عم تاخده؟ رح تيجي طبعا، غير انه فيك تطلع بس تخلص، ما في داعي انك تنطر لحتى يخلص الدوام. وشو هدفك؟ بتذكر انه اتفقنا ما هيك؟ جمعت كل التليفونات الموجودة، يمكن ما ضل دليل بإيد دينيز، واحتمال انه ما يكون في ابنه. عم تخدعيني مو؟ لا عم احكي عن الاحتمالات مراد. وهلأ روح على شغلك ولا تقاطعني لو سمحت. اخ يا هيفس، اخ يا حبيبتي، بتكون اتجمدت من البرد، يبعت لي حمى. كتير برد يا حرام هالبنت. ايه والله. خلصنا بقى، شوفي هلا. وإذا في برد وين المشكلة يعني؟ من أيمت في شي بيوقفنا نحنا؟ أنا ما عم بفهمكم بالمرة، مسترخيين وعم يفكروا بضمير. هون سجن حبيباتي مو مدينة ملاهي. إيه تمام، خلص لا تعصبي، خلينا بشغلنا هلا. إيه طيب لا تخليني أعصب أكتر لكان. قوموا اشتغلوا بالله، وينو التليفون لقيتوه ولا لسه؟ سألنا الكل وما لقينا. آه عذبتوا حالكم. اسمعوا لكان، هالتليفون مهم كتير وبدكن تخلقوه من تحت الأرض، فهمتوا؟ يلا قوموا دوروا عليه، يلا تحركوا. تمام تمام، طولي بالي، رايحين. Thank you.
ما كان في داعي تتعذبي، كنت جبت شي معي من برا. عذاب شو؟ مع كورونا؟ يسلم ايديك، كتير طيبة. صحة وعوافي. كنت رح ساوي صلصة بس ما زبطت معي. ما في داعي، طيبة يسلموا. دينيز انت منيحة؟ ليلي شو رح تعملي؟ يعني لازم تسلمي حالك، ما فيك تضلي هيك أبدا. مزبوط. ليكي دينيز، إذا أنت كان هدفك تساعدي أخت العذراء فانسحبي، رح تصير الأمور أسوأ بكتير. رح تصير أسوأ؟ أساسا بالنسبة إلي كل شي سيء وبيوجع. عذراء، بطني انفجر، ما بقى قادر ضل أكتر لحتى سجل حضور. لو حدا تاني كان عرف فوراً إنه هيفيس مو هون. إيه معك حق بهالشي حسين، واضح إنه رح ينفجر. صبور شوي ابني، ما عليك إلا الصبر. شو تعمل؟ والله جسمي كله عم يرجف. أنا عندي هالوظيفة وشايف رح أخسرها من وراكي. ما رح يصير شي، لا تخاف شبك. خلص اهدى، رح نحلها. ليك حسون، هي الشحنة فيها رزقة كبيرة لإلنا، فبدي اياك تنتبه كتير منيح. انت بس تركتي الباب الخلفي مفتوح وقولك رزقة مرتبة. مفتوح مفتوح، ان شاء الله خير. يلا يا بنات، العدد كامل، يلا ناموا، تصبحوا على خير. حسون، هو انت بخير؟ امشوا يلا. ألو، شو الوضع؟ وجدي قلي. لقينا البنت، الشباب نفذوا الأوامر على كيفي. منيح. في شي مشكلة؟ يعني ليش هيك متوتر؟ ما في شي، بس ما بيكفي اللي عم نعمله بالبنت يا خالد. شو عم تقول؟ ولا ليش أنا أخذت رأيك شي؟ شو عملت معه؟ خلصت عليه أنا وبمسدسي. عفارم عفارم، يلا بسرعة لشوف. دورولي على الوسخة ولاقوها قبل ما الشرطة تلاقيها. تمام، لا تاكليها، عم دور.
يا ربي دخيلك ساعدنا، خلي هالقصة تمرق بدون ما يصير مشاكل. أوف. ورجي ليكن حلو يخرب بيتك شو قوي يا طالعي. رح موت من البنت. برافو عليك. انا رح روح صب لك شاي سخن لتدفي. ايه يلا تعي، رح فوت غطيكي بالبطانيه. تعي الحقينا يونغا. شطوره، خفت عليكي. لكن بكره خلينا نوزع التليفونات. ايه ورح يصير معك مصاري. لك ايه يا عزراء، شو ما بدك تعطيني مصرياتي؟ هلكت مشانهم. تمام حسين، بعرف انك هلكت مشانهم ويسلموا ايديك، ساعدتنا كتير كتر خيرك. خلص ما رح نحرجك، رح نحل الموضوع. تمام. ايه تمام، تصبحوا على خير. وانت بخير. وانت بخير. وليش هو بيحب المصاري؟ اخيرا رح اقدر انقذ اختي. ايه لك. كمان مو نعسانة؟ صراحة عقلي ما عم يوقف وكله أفكار. تعرف أنت بتتذكري؟ قولي أنت بالأول. تعرف شو أكتر شغلة بخاف منها مراد؟ تكون هي آخر لحظة بحياتي ممكن حس فيها بالأمان. تتذكري إيمت قعدنا جنب بعض أنا وياك آخر مرة برواء؟ كنا بالمشفى، كانت أيام صعبة علينا كتير، كان صار لي شهور مو قادرة ننام. بعدين أنتي بلشتي تحكي لها عن طفولة إيجاب. كانت كتير حلوة وهي طفلة، ما كنت أشبع منها، كنت خاف كتير إني طلعها على الشارع. كنت خاف لأنه لما طلعها برات البيت كان الكل بده يوقف يشوفها، بدهم يقرصوها من خدها أو يبوسوها. كان بدي أقدر أحميها من العالم كله. أساساً كانت مناعتها ضعيفة وبتمرض على طول، ويصير معها التهاب لوزات وأنفة يسيل وترتفع حرارتها، وأنا دائماً اتوتر وخاف عليها. مرقت ليالي طويلة كتير نقضيها بالمشافي. في ليلة ما بنساها بوقت ارتفعت حرارتها كتير وكنا لحالنا، هكان كان مو بالبيت برا، كان عنده شغل. طبعاً ها كان بيضل مشغول عكل، ما كان تارك مصاري ابنه. كمان كان الوقت متأخر فمستحيل نلاقي باص وقتها،
ومصاري ما في لناخد تاكسي، فحملت إيجان بدون ما أفكر ونزلت على الشارع. بحياتي ما نمت وارتحت لهالدرجة. مراد، 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 عزراء زودتيها كتير، بكفي. شو في هلا؟ ليش جبتيني؟ شو اعمل حسين، ما في شخص تاني غيرك نوثق فيه لحتى يساعدنا، يعني انت اكتر شخص ثقة. غير هيك قلنا لك من كل عملية في إلك رزقك. كتر ديونك وانت عم تقولي لي رح اعطيك. خلاص ما بقى اشتغل بالدين، اصلا عمي فلس من ورا هالشغلة، لهلا عم يدفع ديون. شو علاقة عمك بالقصة؟ عمك كان تاجر؟ اما رح انصب عليك، اطمن. تمام، قولي شو بدك. التليفونات اللي جمعوها البنات حسين. سكتي عزراء، لك لا بقى تقولي تليفون. لك شو؟ شو بدي أقول يعني؟ هنن تليفونات، وين حطوهم؟ بالمستودع. ها تمام، خدني على المستودع. شو؟ ما حدا غيرك بيقدر ياخدني لهنيك، فيلا امشي. تمام، بس ليش؟ شو دخلك انت؟ لك حسون فهم علي، شبك عم قلك بدي اياهم، يلا خدني. تمام روحي. عزراء بتخلصي بسرعة. تمام. أهلين خانو. انت شو عم تعمل هون؟ ولا شي، بس كنت بدورية. يلا افتح الباب بسرعة، بدي التليفونات. ايه تكرمي، بفتح فورا. تفضلي.
بعد من وشي. يلا الحقني. جبت المي حطهم. في شي خبر؟ نوب، بس زلمتي عم يلحقها، وانتي بتعرفي اسطنبول كبيرة. ايه بده وقت. خضر الدوري بهالعنوان. لمين هذا العنوان؟ لنشوف. ألو. ألو مراد. ليك الله يوفقك، لازم أحكي مع عزراء. شو قلتي؟ ليش؟ شو في؟ ضروري كتير ولازم حكيها بسرعة. ليك دينيس، لا عاد تدخلي، الموضوع مو سهل. مراد لو سمحت. تمام، استني. دينيز عم تحاول توصل لك، اتصلي بآخر رقم بسرعة. تمام. وما تدخلي أي حدا بمشكلة. ألو دينيز؟ عزراء، لقيت شريحة يا روحي، بس ما فتحت في كلمة سر، وما بعرف هلأ شو لازم ساوي. لك أنتي شو عم تقولي؟ برافو دينيز، برافو عليكي. طيب تمام تمام تمام، ممتاز هالحكي. ليكي في برنامج موجود على لابتوب سينا، فكي كلمة السر عن طريقه. يعني أنا لازم روح على بيت سينان، بس الشرطة ملاحقتني. ايه مزبوط، إذا قدرتي تروحي على بيت سينان في مفتاح بتلاقيه فوق باب بيته هو وقتها قلي هيك. بس رح تقدري؟ رح جرب رح جرب. دينيز ما بعرف كيف بدي أوفي فيكي حقك، شكرا كتير إليك عن جد شكرا. حبيبتي انتبهي على حالك. هات التليفون. شو قالت؟ ولا شي. كيف ولا شي عزراء؟ ولا شي. والله عملتها دينيز. يا الله منك يا دينيز، وينك انت؟ وين؟
الأبنية كتير قديمة، كل بناية إلى حكاية. طلعوا، تعوا خلونا نطلع لفوق. تعوا الحقوني نطلع من هون، شو رأيكم؟ بلتم، قولي لي. بعتي لي قدرة لعندي. طيب، عزو، شو صار؟ نحن بعنا كل البضاعة وهفس، هلأ عم نجمع كل المصاري. عن جد عم تحكوا يا بنات؟ بحبكن كتير يا روحي. انتو الله يخلي لي اياكم، انبسطوا يلا. حلو، الحمد لله. وياها تركي، شايفة كيف؟ هي التقينا مرة تانية وأنا بحب الصدف اللي بتصير هون بهالسجن قد ما تقولي. قدرة بعدي بتروحي هلأ فوراً وبتقولي لهديك الوسخة تجي لعندي وتاخد مصرياتها. إليلا رح شوفها بفترة التنفس. ليكي إليلا ممنوع تجي بكير، مفهوم؟ إذا أجت بكير رح خلي جماعتي كلهم يهاجموها. العفو خلص مات. قدرة لا تعمليها بوقت التنفس، لا تتأخر ولا تبكير. خلص تركوها. قدرات، انتي وحده ندله، انتي وحده حقيره، انتي مانك انسانه، هدول لبنت صغيره. لك اتركوني بقى، اتركوا يا حيوانات. الله يلعنكم. مرحبا. يا اهلين. أنا كان بدي أسألكم، حدا منكم بيعرف ليش زيرين خانم دورت على الموبايلات بس وما دورت على شي تاني؟ يمكن لأنه ممنوع. في كتير شغلات ممنوعة بس نحنا ما دورنا غير على الموبايلات. أوكتاي،
بدك سبب تاني أوزلا؟ يعني ما بعرف، حسيته كأنه في شي محدد كتير مضايقة للخانم، عم يحسسها بالخوف والتوتر، يعني شي من هذا الشي. والله مزبوط أزلام، جمعتهم كلهم وما خلتهم بالمستودع كتير، جابتهم على مكتبة وحطتهم بالمي واحد واحد، واضح إنه في مشكلة. برأيي أكيد في شي مانو مفهوم، مشان اللي جوا ما يتصلوا بدينيز ويخبروها شو عم يصير، وإذا عم يتعقبوهن، يعني إذا حطوا هالتليفون على التعقيب التقني الست زيرين رح تتضرر. والله مزبوط، يعني ممكن يكون هيك، لأنه بالنهاية المرة مو سهلة. يعني ممكن يكون هيك. إيه في شي بيتاكل؟ أكيد في. أكلنا كل شي وخلصنا. ما شاء الله. برافو عليكي، افتلي افتلي وامشي. يا طعمرة حقيرة، جاي عبالي روح اقتلها، انا بدي اقتلها واخلص منها لهي الحيوانة. وحدة بلا شرف، بنت صغيرة، بنت صغيرة عم تموت، شو بدها منها؟ شو عم تحاول تعمل؟ بلا ضمير، وحدة وسخة. عزراء هاجمتني الحيوانة فجأة وما قدرت أعمل شي. رح نلتقي بالساحة برا، مو هيك قالت؟ ايه هيك. خير، منشوف لكان شو بصير. يا أهلا وسهلا، أنت دينيز خانم مو هيك؟ ايه صح، أنا سنان. من وين بتعرفي؟ سنان كان رفيقي. إذا وحدة هربانة من السجن وجاي لهون أكيد مشان الشريحة، مو هيك؟ بس أنا بعرف منيح وين موجودة، يعني المفروض أنت هلأ بحاجتي. تمام، احكي لي شوف عم بسمعك. الشريحة وهالقصص ما بيهموني، والمعلومات يلي بقلبها هي إلك، ما بتعنيني وآخر هم، يعني فيك تاخدها، بس لأنه الموضوع بيتعلق بحياة بنت صغيرة محتاجة أخذ شوية مصاري. لحظة، أنت كأنك عم تساومينا صح؟ إذا فكرت تأذيني ما حدا رح ياخد شي، وإذا اتفقنا كل واحد بيروح بطريقه. تمام اتفقنا، يلا قومي نروح. ايه قولي لشوف وين نروح. روح باتجاه بيكوز. ايه تمام، بس وين بيكوز؟ طيب هلأ خلينا نروح بهالاتجاه أول، وبعدين بقدر اتذكر الطريق. يلا محمود. دودو انت عم تفكري بحسام؟ شو هالحكي يا بنت، اسكتي، لسانك صاير أطول منك ما شاء الله. كيف عرفتي؟ أنا برأيي إنك عم تفكري بحسن دودو، أنا هلأ كشفتك. يا بنت هس، هلأ بيسمعك حدا أويكو، وليش عم تقولي حسن حسن؟ هو من عمري؟ قولي أخي حسن، قولي عمو حسن، معقول تقولي حسن حافعي؟ عمو حسن شخص كتير منيح، هذا رأيي فيه من أول مرة شفته فيا. يا الله دخيلك، والله ما عم بعرفك. شو يا حلوة؟ كبرانة وصايرة عم تفهمي الناس. إيه شو لكان؟ شو لكان؟ يلا يلا ارسمي، يلا ورجيني رسماتك. ارسمي عمو حسن والشوارب لا تنسيها، وارسميني بس طلعيني حلوة. تمام؟ يا ريت عمو حسن كان أبي، لأنه شخص كتير منيح وبيقلي شغلات عطول بتضحكني. أخ يا روحي أنتي، أخ يا بنتي. هاتي قليلي كيف عمو حسن بضحكك؟
شو يا نحلة العسل كيفك اليوم؟ شو يا نحلة العسل كيفك اليوم؟ بيقلك نحلة العسل هيك بيقلك عمو حسن يا حلوة. قليلي يا روحي يا أويكو. قدرة أوزدورك إجت. فوتها روح. شو صار بموضوع دينيز؟ ما إجاكي خبر لسه؟ قريباً يا خانو، مع العلم أني ضغطت على رجالي وقلت لهم يستعجلوا، بس هيك أمور ما بتصير فجأة. تمام. تعايز خدا. محمود لا تفوت بالمدينة كتير، ما بدنا نفوت بشوارع عجقة، خلينا بالشوارع الفاضية الفرعية. تمام معلم، لا تأكل هم، في شارع فاضي رح لف من عنده. وين رحتي دينيز؟ لك وين رحتي؟ ألو؟ لحظة، يمكن رايحين باتجاه غلط. دينيز؟ نحن مرايحين عبيكوس؟ سامعتيني؟ ايه رايحين لهنيك. موجود جسر صغير بهداك المكان، بظن رح نمرق من تحت الجسر، وبعدها على اليمين لجوا في غابة اسمها غابة الذكريات. أنا بدلك بس نقلك. لك شبكي دينيز، لك شبكي. شو هالمصيبة يلي وقعتي حالك فيها؟ اجت ناجية يا خانم. انتي مرة جبارة ناجية. ليش قلتي هيك؟ معناتها ما عرفتي عن بنتك. شو اللي بدي أعرفه؟ أوزقي فيها شي يا خانو؟ بنتي منيحة؟ قدرة ورجالة عرفوا بأنه أوزقي هي اللي فوتت دينيز على بيت خلي. شو هالحكي؟ لازم أحكي مع بنتي. لا تعزقي حالك ناجية، أخذوا وما رح تلاقيها. يا خانم بترجاكي ساعديني. قدرة بتسمع كلامك والبنت لساتها صغيرة، أنا بترجاكي لو سمحتي ساعديني، بترجاكي يا خانم. تمام، بس أنا في عندي شرط. تمام، بعمل اللي بدك يا خانم. قليلي، بدك تعرفي دينيز وين موجودة هلأ، بدك تلاقي طريقة لحتى تتواصلي معها على التليفون، وقتها بتستني التعليمات. أنا كيف بدي أعرف وينها دينيز؟ كيف بدي أعرف وينها؟ مديرية الأمن كلها وما لاقوها، أنا وين بدي لاقيها؟ أنا مو شغلتي لاقي طريقة. يا خانم شان الله ساعديني، لو سمحتي ساعديني، لا تضريني بموضوع دينيز. شو دخلني أنا؟ كيف بدي لاقيها؟ اسألي مراد، بيعرف وين بتكون. مراد؟ مراد. ايه دلكي رح موت من الوجع، الوتا بتعبني كتير، دلكي لأرجع صحصح. ايه خليني صحصح لحتى أقدر حاسب وسكر الدفاتر دفتر ورا دفتر وانهي القصص. لشو ضحك؟ لقيتوا الوسخة؟ لا والله لسه، بس نحنا مو وقعنا هيفس الوسخة؟ ايه وش بهديك اللحظة لساته ببالي، لو تشوفيها كيف ارتعبت مثل الأرنب المحشور بالزاوية وخايف. ايه لسه ما شافوا شي من قدرات. طيب هلأ برأيك رح تجي عزراء لعندك؟ ايه رح تجي أكيد، هي مجبورة. أنا فيني أعرف روحها كيف عم تتحرك إذا بدك. ها لو الموضوع مشانة ما كانت إجت، بس بعرف دواها لأني بعرف من أين تؤكل الكتف. زحف زحف
زحف رح تجي لعندي. زحف زحف رح تجي ورح تصير مسخرة بين الكل والله. نحن منشرب الدم ومنقول إنه شربنا مبيت أحمر. نحن مستحيل نطاطي ونستسلم لناس وسخين مثله. هدول العالم أنا بفحصهم تحت صرمايتي. وزيادة عليهم صرمايتك. إيه لك وعزراء كمان رح تقول نفس هذا الحكي. كل الغضب والقهر اللي جوهتي من قتلهم لابني وحيدي أصلاً مستحيل يهدى. أنا ما رح سامح حدا. رح انتقم لقلب من الكل واحد 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 ليخلصوا. أنا محتاجة مصاري جوزدي حوالي 10,000. مرحبا جيرين، كيفك؟ عرفتيني؟ لا لا لسه ما طلع. أنا أختي الصغيرة مريضة ووضعها صعب شوي وبدي أطلب مصاري مشانة إذا ممكن. ليكي ما رح أخذ من وقتك كتير. لا والله حكيت مع الكلمي لو حبيبتي. أنا عم حاكيكي مشان أطلب منك مصاري، يعني المبلغ حوالي 10,000. شوفي إذا مو موجود كل المبلغ مو مشكلة، يلي بيتدبر معك. والله أنا لو ما كنت محتاجة ما كنت بطلب منك هذا الطلب. خلص مو مشكلة. طيب ماني حابة أحرجك أكثر. إيه جوزدي هلأ اتصلت فيها، بصراحة خجلتني والله مو عارف عن ايش وساوي. ايه صح معك حق، عزبتك يسلم كلك زو. إليكي اذا مو كله قد ما بدك، يعني شو ما كان معك ما عندي مشكلة، المهم انك تدبري لي اي شيء. خلص طيب شكرا يسلم. يلا احكي لشوف وين حاطينون. تمام، يعني هون بشي مكان. لك شو هون بشي مكان؟ وين بالضبط بحفر كل الارض يعني؟ معلم في اشاره هنيك على اغلب هذا المكان. امشي لشوف. عمالكم بتوقع هون محمود؟ امرني. جيب مجرفه مشان نحفر هون. يلا تمام يلا. فري انا احفر. ايه انتي مو بدك مصاري؟ بلشي حفر يلا. معلم انت عن جد بدك تعطي المرأة المصاري ولا لا؟ لا يا ابني رح نطلعهم وندفنها محلهم. تمام سهل كتير. بس معلم نحن ما لقينا الشريحة لسه. لك يا فهمان بما اننا بمكان ما حدا بيعرفه غير هي، اذا قتلناها ما حدا وقتها بيلاقيها. ايه مزبوط. وين المحناية الحلوة؟
عم تدور على قروش؟ هي بس وليه؟ خليها تجي بالاستراحة، أنا ما قلت لك تجي مشان تاخذ المصاري؟ أنا معي مصاري، هي تقلي بعطيها. شوفوا المصاري ليكن. هي ليتني عم قلك ما سمعت، عيدي بصوت أقوى شوي، سمعينا. بدي مصاري. نيح، تعي خدي مصاريكي، ونحنا كمان ناس عنده ضمير، ما هيك؟ لأنه الموضوع متعلق بحياة بنت صغيرة، طبعاً بعطيكي، تعي خدي يلا. إيه بس عندي شرط. بدي تبوسي إيدي وتقولي معلمتي قدرات، وبعدين بتاخديهم. ها؟ عم تفكر شوفوا عزراء، بلك بريائك هي آخر فرصة لإلك عازو، الموضوع مشان أختك، يعني هلأ بلا غرورك وكبريائك عزراء. ها؟ لازم اكسر الايد يلي ما فيني بوسه، شو رايك بالفكره؟ يلا امشوا امشوا يلا نلعب. شوفي شو رح اعمل فيكي عزراء، لك انطري رح توقعينا بمشكله. لك عم اقول لك بدي، لك انطري بعد من وشي حسين، بدي اشوف اخر تمام. انا لازم روح على المشفى فورا. شو يعني فورا ولازم؟ يعني انا فورا لازم روح على المشفى واخذ المصاري لاختي. انت مفكره انه هذا المكان نادي صيفي سكن بنات؟ انت هون بسجن، ما فيك تفوتي وتطلعي على كيفك، بالاول خدي اذن. هلا مو وقت الاذن، انا مضطره كثير. ولك عم اقول لك لازم روح على المشفى باسرع وقت. وانا قلت ما فيكي، البنت بتكون عم تموت وهي بحاجه الدواء، لهيك لازم روح واعطيها المصاري. طلع ولا برا، ما في بقلبك رحمه بنوب؟ لك ما عندك ذره ضمير انت؟ انت عم قلك البنت عم تموت. يلا على المنفرده. لك انت وحده بلا ضمير وما عندك انسانيه، الله لا يوفقك. حسين شو الموضوع؟ يا ميليس خانم قاومت المديره وعيطت بوشها. انا بوصل المصاري لامك. لانه بالنهايه عندي ضمير. ريحي حالك، وقفي وقفي، أنا ما بدي تعبك أكتر. ها أنا رح أخذها. دينيز شكراً، خلصت مهمتك. بس لحظة لحظة، كان فيني أخده والشريحة لساتها معي.
إيه بسيطة كتير، بعد ما تموتي صعب كتير حدا يعرف فيها، صح؟ ردي. ما كان لازم نجي لهون. دينيز خلصنا، في مجال انك تهدي شوي؟ شو عم بيصير معك؟ لازم نروح على المشفى فورا مراد، نحنا لازم نروح ناخد المصاري على المشفى فورا وما نتأخر. تمام دينيز، خلص اهدي شوي، عدي هون لو سمحتي. ليش لحتى نتمشى بالشارع بالنهار ونكشف حالنا وهدول العالم كلهم عم يلاحقونا؟ مننطر لليل على الأقل بيكون في أمان أكتر. تمام. غير هيك المشفى اللي عم تحكي عنه مانا قريبة، على الطرف الثاني تماما. تمام مزبوط. عزراء لقيت التليفون على علمك؟ ما بعرف، طلعت فورا لما حكيتيني. لازم نلاقي التليفون، لازم يلتقى، لازم. دينيز اذا بيوصل لقيت زيرين الحقيره ما بيضل معنا ولا ورقه رابحه. تمام معك حب، ليكي انا هلا رح روح ورح جيب التليفون اذا لقيته. تمام تمام، بس انت اهدي وارتاحي بقى، فهمتي؟ تمام تمام. اسمعي مني، انطريني ولا تعملي شيء ابدا، تمام؟ ما تعملي شيء. تمام يلا. تفضل تعي دودو، تعي تفضلي لهون. كيفك؟ شو الأخبار؟ صرت أحسن وقت شفتك يا مديرة. قلي لي، أنتو مرتاحين جوا دودو؟ يعني إلي فترة عم دقق كل الملفات يلي هون وشفت قديش عشتوا شغلات سيئة. آه يا ميليس خانم، آه لو تعرفي شو صار. دودو مو مديرة أنا، هلأ دكتورة نفسية. أنت مديرة جوات قلوبنا كلنا. لو كنت مديرة بدل هاي زيرين اليوم. أنت هلأ ليش عم تقولي هذا الكلام؟ في شي مشكلة بينكم وبين الست زيرين؟ من وقت إجيت والمكان صار جهنم وأكتر لسه. ميليس خانم والله هالمرة ما بنوثق فيها. كيف يعني؟ دودو انتي شو قصدك تقولي؟ هاي زيرين وقت القرارات بتقول انا جاية اعمل نظام بالسجن، اما نحن ما بنعرف شو بتطلب وشو بتساوي ولا شو عم تخطط. والله قدرت دايما ساندة ظهر عليها. ميليس خانم قدرت وزيرين اكيد في شي بيناتهم. فهميني شي، مثل شو دودو يعني؟ ممكن تكون العلاقة قصة مصاري مثلا؟ والله بجوز يعني قدرة يكون عندها أملاك ومصاري وهالقصص. إيه بس إذا كانت قدرة عم تعمل شي بالمصاري بتقدر هالمخلوقة تفتح قدامها كل الأبواب، بس إذا وحدة منها بتعمل شي وقتها هي ما بتسكت لها، فورا بتحطها بالمنفردة وبتقسى عليها بالعقوبة. طيب فهمت، أنتي موجود معك دليل لنتهمهم؟ يعني بلكي منقدر نعمل شي شغلة. دودو ليكي فيكي توثقي فيني، بتعرفي مو؟ بعرف والله ودغري بخبرك، بس اللي شافته عيوني هون واللي عم يقوله لساني شو بيعرفني؟ يعني أنا كيف رح أثبت هذا الشيء؟ طيب شكراً كتير إلك لأنك إجيتي لعندي اليوم، تعبتك معي. لا
معقول هالحكي؟ بكفي شفت وشك الحلو. بس إذا سمعت شي خبر رح أجي وخبرك. تمام، تعالي أكيد. إيه، تسلمي لي. دودو، أويكو كيفا، اشتقت لك كتير. رح أجي هالساحة المشتركة شي يوم حتى ألعب معك. تعي، إيه تعي، واشربي شاي عنا. حاضر. أويكو منيحة، إما تركت هالملعون. مبسوطة كتير، بوسيها عني دودو. رح بوسها أمانة، خليني بوسك إليك. إيه؟ طيب. منيحة جيتي. تسلمي دودو. بالوقت يلي بدي اعمل هالوسخة مسخرة قدام الكل. انتو بغباءكن خليتوني صير مسخرة. انا حمارة وثقت فيكن وسند ظهري عليكن. انا ما كان لازم اوثق ابدا، مستحيل بقى اوثق فيكن يا حمير. كنت رح امشي بهالطريق وانا واثقة فيكن كلياتكن. انتو بتعرفوا انه اذا قدرت بيصير لها شي واحد صغير بس، شو رح يصير بلوسكن انتو يا حيوانات وقتها؟ معقول لهلا ما تعلمتوا يا كلاب؟ قديش صار لي عم علمكن؟ لنقول انه مخكن سميك ما بتفهموا. لهلا ما تعلمتوا اي شي من اللي انا عشته بهالسجن. وهي الحيوان اللي اسمها عذراء خلت ناجية الغبية يعمى على قلبها لأنه حمارة. أنا نفدت من الموت وإجيت لهون وشلتكن من هذا المستنقع. إذا أنا وقعت كلياتكن رح توقعوا. عم تفهموا علي؟ أنا العمود الوحيد هون اللي حامل هذا السقف، العمود الوحيد. انقلعوا مخلتي، انقلعوا. اخ، ما بتتخيل يا عذراء شو رح ساوي فيكي. لسه ما خلصنا. اذا ما كنتي بتعرفي هالشي من قبل، هلا رح تعرفي كتير منيح. يا عمري، قلبي، حبيبي قلبي، رح انتقم لك يا قلبي. صدقني ووعدك بهالشي. حتى لو هالشي كان بيعني انه في ناس كتير لازم تموت بانتقامي، حتى لو اضطريت اني بكي اكتر من ام على ارواح اولادهم. حبيبي روح أمه خلاص مات، مات ابني. شوفي لسه أسوأ من هيك يا ربي. آخ يا ابني، يا ريت قتلتني لألي وضليت أنت وحيدي الغالي. قلبي يا روح أمك، يا روحي يا ربي. يا صبايا، الحاضر فيكن يعلم الغايب. ليكو، لا تفكروا انه عازو يلي شايفينه حدا ضعيف وسهل. لو قطعتها ناعمه ايه بس بتقدر تنهيكن كلكن، لانه قلبها مثل الجبل تماما. فهمتوا؟ شفتوا كيف تمسخرت على قدرات؟ انتو شفتوها صح؟ اسمعوا منيح، اي حدا بيحاول يخلي رفيقتنا عازو تبوس ايده، وحياتكن رح نخليه يبوس الارض هو مبسوط. لسه ما بتعرفونا. خلاص حسرات. ايه خلاص، ان شاء الله تكون وصلتكن الفكرة. حسرات، كان احسن لو ما خلوا عذراء بالمنفردة. ما هي اساسا مو ناقصة فوق اللي عم بيصير معها. بتعرفوا اللي عم تعملوا قدرة هي قلة ضمير، ما له اسم تاني. شش، انتبهي هيفيس. ليكي، خلونا نهدى شوي. هلا عذراء اساسا بالمنفردة بلا ما نحطها بمشاكل اكتر بسببنا. خلينا نهدى شوي. ماشي. ايه تمام دودو، مزبوط. تمام، بسيطة، رح يجي يوم وتنقلب القصة. رح شوف البنت. تمام. يا جماعة، نحنا قاعدين ما عم نعمل أي شي، بنفكر إنه مشينا خطوة بنطلع لساتنا بمحلنا. وأنا هذا الشي اللي معصبني أساساً. خلينا ننطر حسرات. كيف رح ننطر؟ أنا ما عندي صبر يا أختي، لسه بدي أنطر. أويكو،
رجعتي شي يا عيوني؟ دودو شو فيها هيك منيحة؟ أرجيني شو ها؟ عصفور، انتي مو هيك علمتيني؟ عملته مثل ما قلتيلي. عصفور هاد لك. شو هاللعبة الحلوة هاي؟ ليكي ماما أنا عملت عصفور. أويكا يا روحي، حلو كتير هالعصفور، مزبوط دودو؟ برافو عليك يا شطورة. ايه رح روح وورجيه لأختي حسرت كمان. ايه ورجيها يا رح تحبه. بتصدقي فكرتها سفينة طلعت عصفور. تعي قعدي. لا شكراً دودو ما في داعي. بدي أسألك سؤال، ليش ناضت لك ميليس خانم؟ ولا شي، كانت عم تسألني عن وضعنا وقال بدها تجي لعنا وبعتت بوسة لأويكا. عن جد بنت أصل ميليس خانم، والله منيح إن أجت، بلكي تساعدنا ناخد حقوقنا. أجت إيه بس يا ريتها رجعت كمديرة كان أحسن. يا ريت يا دودو يا ريت، لأنه هالمكان مثل جنة مصاير. بس إذا ميليس خانم نادت لي إلي رح قلي كل شي وما رح خبي عنا ولا شي. شو نعمل؟ كان لازم قبل نحسب حساب هالمشكلة، شو رح نقول؟ كيف رح نثبت هالاتهامات؟ عالفاضي كله. يا دودو والله ما بعرف، بس ما لازم نفقد الأمل، وبالآخر أكيد رح نلاقي أولاد الحلال ورح يساعدونا، ومين بيعرف يمكن الست ميليس ترجع مديرة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. تعي خلينا نشوف العصفور. ولا كانت سفينة هاي؟ خلص كتولة. والله ما بعرف ليش بس هالأيام عم أرجع أتذكر أول أيامي بالسجن. كنت ضل بالزاوية قاعدة وزعلانة عم ببكي عطول، وضل فكر إنه شو عملت لحتى صرت هون وليش ضيعت كل هالسنين من عمري. كل هالشي اللي صار بسبب الحب مثل ما بتعرفوا، يعني بسبب حبي للشخص الغلط. بالوقت يلي كنت أنا عم ضحي فيه اجتني طعنة بظهري كمان. الإنسان غريب مو هيك؟ يعني هو بيتحدى كل شي بس منشان الشي اللي بيحبه وبيعشقه، بيقبل يقعد بين أربع حيطان، وإذا اضطر الأمر كرمال الحب بيركض على الموت وبيعمل كتير شغلات مستحيل يتوقع يعملها بكل حياته. ما بعرف، يمكن المشكلة فينا نحنا وقلبنا هو يلي ضعيف. يمكن نحنا ما منعرف نحب غير هيك، هذا الحب يلي عرفناه وعشناه وجربناه. على كل هلأ شو بدنا بهالحكي مضى؟ تذكروا شو قال صديقنا أحمد كايا، جهنم بالفناء بس أنا عم أكبر بهدوء، وبالأخير رح يجي الشي اللي عم نستناه مع ضو الشمس، بس نحنا لازم نعرف كرمال مين نضحي. Canım ey, canım ey, yanan ömrüm ey, içime ateşi koyup giden ey, canım ey, canım ey, yanan ömrüm ey, içime ateşi koyup giden ey, sessizce büyürken avluda cehennem güneş. Koluna takıp gelsen ey, sessizce büyürken navluda cehennem güneşin koluna takıp gelsen ey. لك طلعوني البنت رح تموت، طلعوني يلا، لك رح تموت البنت طلعوني. Ay gidiyor güllerim kanıyor. Başıma yıkıp gideneyim.
ناجية شو بك انت؟ شو عم تعملي جنتي؟ بترجاك بترجاك صار لي ساعة عم دور عليك، لازم احكي مع دينيز بأي طريقة. وانا شو بيعرفني وين دينيز؟ وقف شوي وقف شوي، رجال قدرة عم يلحقوا دينيز. شو؟ دينيز بخطر كبير. كيف؟ لازم اوصل لها بأسرع وقت بترجاك. طيب انت قولي لي وانا بحاول اوصل لها. ما بقى عنا وقت، الموضوع هلا حياة او موت. وقفي ناجية اهدي شوي. يلعن هالقصة. دينيز. ألو دينيز. لك شو عم تعملي ناجية؟ خبرها هاد التليفون. ناجية. دينيز دينيز أخذوا أوزجيل عندهم. كيف؟ بواحد من المستودعات رح يقتلوها. بترجاك ساعديني دينيز. وهنن هلأ وين؟ رح أبعت لك العنوان برسالة. ناجية هاد التليفون. الله يخليكي ساعديها، ما تخليهم يعملوا ببنتي مثل ما عملوا. ناجية أعطيني التليفون. يا الله. ألو دينيز اصحك. تروحي اصحك، أنا رح أجي فورا. ما رح أقدر استنى أكثر، بالأول خسرت إيجام وما رح استنى لأخسر شخص كمان. دينيز وقفي. لك الله يلعنك. ناجية ديلي وين بعتي لها دينيز؟ قولي يلا. أوكتاي، مراد ناجية بالممر بمكان الزيارة، جيبون على مكتبي فورا بسرعة. كرر أوكتاي، جيبون هن الاثنين على مكتبي. لك ليش قلتي هالحكي لدينيز؟ ليش ما رحتي على الشرطة؟ ليش؟ انتو عاملين فخ لدينيز مو هيك؟ ها؟ لوين بعطيها لدينيز؟ ليلي لوين بعطيها؟ عملتي اللي بدها يا ست زيرين. زيرين قالتك؟ لوين بدها تبعت دينيز؟ قولي. يلا احكي لشو؟ بعد عنا. قولي شو جنيت مراد؟ قولي لوين بدكم تبعتوها؟ على مكتب الست زيرين. يلا زيرين بعده عن طريق. انت منيحة؟ منيحة. تعالي. ناجية خليكي برا. شو عم تحاول تعمل؟ انت موظف بالسجن بهاي الدولة، حماية السجناء كمان واحدة من مهامك، مو تأذي السجينات. هلا انت هيك عم تقولي؟ عملتي لها فخ لدينيز وبدك ياهن يقتلوها، وجاي عم تقولي هالحكي لإلي؟ انت عم تخرف مراد. انا مديرة هذا السجن هون، معقول اعمل هيك شيء؟ كل اللي عم تحكي من خيالك مراد. شو ممكن اعمل مع وحده هربانه غير هيك؟ انت شو اللي عم تعمله مع وحده هربانه؟ رح تتحاسبي على هالشيء. تاكدي انه رح حاسبك على كل شيء عملتيه. خلصنا بقى مراد، انت مفصول من شغلك. اوكتاي خلص بكفي. لك بكفي. شوف ما خلصنا، هلا بلشنا. ورح تتحاسبي على كل شيء عملتيه. صدقيني رح نتواجه. عملتوا فخ لدينيز، رح نتواجه، رح حاسبك على كل شيء. اهدى شوي. شو صار لك؟ لك هدوء. شو؟ شلون بدي اهدى وقتاي؟ يا مراد اتصرف كموظف وإلا شو؟ ها؟ أساساً انفصلت من الشغل، شو رح تعمل؟ بدك ترش علي غاز؟ تكتب فيني تقرير؟ عم احكي لمصلحتك مراد. الله يلعنها. فهم أنا لازم أحكي مع ناجية وقتاي. لك ناجية شو؟ أنت انفصلت ما عاد فيك تقرب حتى. وقتاي أنا لازم أوصل للعنوان بسرعة. عم قلك عنوان شو هاد؟ ها؟ عنوان شو؟ تعالي ناجية، شو عرفتي الرقم؟ ايه اكتبي هون 362. هاد هو. قولي لي بنتي نفدت ما هيك؟ بوعدك عرفت وين مكانها من قدرات. دينيز رايح لعندها هلا، وخبرت الشرطة كمان، رح يمسكوا دينيز وبنتك رح تنفد. ايه بس بيكون احسن انك ما تشوفي حدا بهالفتره. اها تعال عندي، خد ناجية على المنفرده. ليش لروح على المنفرده؟ ما في داعي، رح اختفي وما رح خلي حدا يشوفني. بوعدك بهالشي. ألو دينيز وينك أنت؟ مراد أنت حميتني من أول يوم فتت في على السجن ولهلأ، وفهمتني منيح وحاولت تساعدني دائما. سببت لك وجع راس بعرف،
هربت وتركتك بوضع صعب، وانت ارتكبت جريمة فوق. بتمنى تسامحني. إذا هلأ ما قدرت أنقذ أوزجيه وصار فيها مثل إيجام، رح يكون أكبر عذاب ضمير بعيشه بحياتي لأنه ورطتك. بتمنى تسامحني. يلا اعملوا لي قلت لكم عليه. أوزجي دينيز هلأ رح يقتلوني. أوزجي هلأ رح يقتلوني. أوزجي خلص لا تخاف حبيبتي. تمام أنا هون تمام لا تخافي. إيه ألو حضرة المستشار؟ نحن كان معنا حق بخصوص شكوكنا حول مديرة السجن زيرين شاهين. هي مختلفة عن كيف بتكون بالظاهر. اليوم صار مشاكل كتير هون. رح أكتب تقرير مفصل عن كل شي صار بالسجن وبخبركم بالتفاصيل. في سجينة اسمها ناجية هي اللي رح تحل هالعقدة هون. هي هلأ بالمنفردة لأنه تواصلت مع السجينة دينيس ديمير. وقت تطلع من المنفردة رح حاكيها فوراً. أي سيدي لا تخاف أبداً، ما في حدا شاكك فيني بالمرة. الموضوع ماشي سيدي، هن مفكريني جاية كدكتورة نفسية. الحق معك سيدي، زيرين خانم إذا عرفت. لا سيدي لا تاكل هم، رح آخذ حذري مزبوط. بخبرك حضرة المستشار. تمام يا روحي، اهدي يلا. يلا بسرعة يلا امشي تعي. لا تقرب، اوعك تقرب. انتي مرة قوية واثبتي لنا هالشي، بس هلا ما في مخرج من هون بنوم.
شو فيها الشنطة؟ لتكون هي لقيتي الشريحة والمصاري. برافو. حلال عليكي صراحة، أنت لازم تكوني من جماعتنا. عكلين اللي عم ندور عليه رجع لقلنا بالنهاية. ما رح أقتلك فورا، قدرة خانم طلبت مني تحضر لقتل الفيديو. سلموا حالكم، جابوا السحر على الارض. سلموا حالكم. شو عم يصير؟ شو هدول؟ زكريات وحده منهم تهرب. تحركوا بسرعه. كل السلاح على الارض، سلموا حالكم. يلا امشي قدامي، حركي وانت الحقيقه، حركي فورا. يلا اركضي اركضي. انتبه. ركضي. وقفوا. مرحبا يا حلوة. تذكرتيني ما؟ تذكرتيني؟